الالمنت التانية في الليج اللي اتقسمت بفعل الاتنين انترماسكولار سيبتا والانتر اوسيوس ممبرين اسمها اللاترال كومبارتمنت. هذه الكومبارتمنت لها كونتنتس مكونة من مجموعة عضلات ونيرف. العضلات دي عبارة عن اتنين يحملوا اسم برونياي جمع برونياس. برونياس معناها لاترال، فاللاترال كومبارتمنت ممكن تسميها البرونيال كومبارتمنت، واللاترال هنا هو الفيبولا ممكن يسموها فيبولار كومبارتمنت او لاترال كومبارتمنت او برونيال كومبارتمنت، في اي حاجه منها هتكون برونيال يعني لاترال. فالعضلتين واحده اسمها برونياس لونجس واحده اسمها برونياس بريفس. اما النيرف فاسمه الماسكولوكيوتينياس نيرف او سوبرفيشال برونيال نيرف. تعالوا بينا نتكلم على هذه الايتمز واحد واحد. فنبتدي اولا بالعضله اللي اسمها برونياس لونجس. منظر امامي لجغرافيا العظام في منطقه الساق من على اللاترال سايد. هنا هنشوف عظمه الفيبولا بالاجزاء بتاعتها. الابر اند ادي الهيد وطلع منها من فوق استالوب بروسس، ونهايتها من تحت كانت ناك. ثم دي الشافت، ده الانتيريور بوردر اوف ذا شافت اللي هي نهايته من اسفل كانت الترينجولار سموس سب كيوتينيوس اريا. على الميديال سايد اوف ذا انتيريور بوردر هنجد البوردر الشهير اللي اسمه ميديال بوردر او الانتر اوسيوس بوردر. اما على اللاترال سايد فهنجد البوستيريور بوردر، ومن اسفل هنجد عندنا ديت اللور اند اللي كلها على بعضها اسمها اللاترال مالولاس. عظام الفود احنا فكناها عن بعضها، مفروض هنا دي التيلس اللي هي عامله ارتكوليشن مع اللاترال مالولاس. التيلس بيبقى ورا منها الكالكينيوس. الكالكينيوس المفروض ورا منها بمعنى دي يعني بوستيريور لها، لكن انا شلتها فكيتها حطيتها على بعضها. فسواء كانت هنا او هنا فانا فكيت الاثنين دول من بعض. التيلس اللي هي ديت انا حطيت مكانها هنا الكالكينيوس مؤقتا، وادي التيلس لحد بعد كده ما نشوفها بصوره اوضح في العملي. التيلس هي اللي المفروض عامله الارتكوليشن، والكالكينيوس هي اللي تحت مش عامله ارتكوليشن مع الفيبولا. التيلس عامله ارتكوليشن من الامام مع النافيكولار بون، والنافيكولار امامها ثلاثه كيونيفورم، واحده ميديال واحده انترميديت واحده لاترال. وعلى اللاترال سايد لكل من التيلس والنافيكولار بون هنجد الكيوبويد بون. وما ننساش الجزء الثاني او المستوى الثاني من عظام الفوت اللي اسمه الميتاتارسس، كان عباره عن خمس عضمات من نوعيه اللونج شورت بونز. كان اولهم الميديال بون اللي اسمها الفيرست ميتاتارسل، واخرهم اللاترال اللي هي الفيفث ميتاتارسل. وما ننساش بعد ذلك عظام التوز. اجزاء التوز اسمها ديجيتس، اما عظام التوز فاسمها فالانجيز. الديجيتس هي عباره عن فالانجيز باللحم بالسكين بالفاشيا اللي عليها. فده عندي الفالانجيز اوف ذا بيك تو اللي هم الديستال والبروكسيمال، ثم الثلاثه فالانجيز للاربعه لاترال توز البروكسيمال والميدل والديستال. طيب نرجع مره ثانيه للفيبولا. ده الانتيريور بوردر وده الميديال او الانتر اوسيوس بوردر، وده على اللاترال سايد يوجد البوستيريور بوردر. السيرفيس ده هو الانتيريور سيرفيس، وده كان مشغول قبل كده بانه كان بيعطي المصل اتاتشمنت لعضلات الانتيريور كومبارتمنت اللي هي الفرنت اوف ذا ليج. اما اللاترال كومبارتمنت فهتاخد الاوريجن او الماسكولار اتاتشمنت، هتدي الماسكولار اتاتشمنت لعضلات اللاترال جروب اللي هم رقم واحد البرونيس لونجس. راقبوا معايا الاوريجن بتاعها، الاوريجن بتاعها الاحمر ايوه طلع من الابر تو ثيردز اوف ذا لاترال سيرفيس of the shaft of fibula. الانسيرشن كان في صوره تندون، نزل below and behind the lateral malleolus، نزل من ورا الكيبود في جروف خاص بيه، ثم مشي بعد ذلك اوبليكلي في السول علشان ينسرتد في نقطه او نقطتين تقع تماما في مواجهه التبيالس انتيريور من اعلى، والنقطتين دول يقعوا على الميديال كيونيفورم والفيرست ميتاتارسل في مواجهه سفليه للانسيرشن of the tibialis anterior. البرونياس لونجس ولانها من عضلات اللاترال كومبارتمنت فتاخد نيرف سبلاي من النيرف الموجود في اللاترال كومبارتمنت اللي اسمه الماسكولوكيوتينيوس نيرف. اما الاكشن فكان افيرجن اوف ذا فوت، افيرجن يعني التواء خارجي للفوت،
وبيحافظ على الترانسفيرس ارش اوف ذا فوت، وهنتكلم عليه مع الارشز اوف ذا فوت في منظر اخر علشان نتخيل وضعها في الليج الطبيعيه. ادي عندنا البرونياس لونجاس، العضله اللي بعد كده اسمها برونياس بريفيس. الخريطه الجغرافيه لعظام الليج، ادي الفيبولا، ثم ديت العظام بتاعه الفوت. البرونياس بريفيس الاوريجين بتاعها هيطلع من اللور تو ثيردز of the lateral surface of the shaft of fibula. معنى الكلام ده انها مشتركة مع البرونياس لونجاس في الميدل سير، انهم بياخدوا اوريجين من الميدل سير بالاشتراك مع بعضهم. الانسيرشن، العضلة ديت قاعدة ديب للبرونياس لونجاس. والشاطر اللي هيقول لي هنا الديب بمعنى ايه؟ اذا جيت ادزرت من اللاترال فيو فالديب هنا هيبقى معناها للداخل، يعني على الميديال سايد، يبقى قاعده ديب للبرونياس لونجس. اما الانسرشن بتاعها هينزل ورا اللاترال ميلولس ويحط الانسرشن في اللاترال سايد اوف ذا بيز اوف ذا فيفث ميتا تارسال بون. النيرف سبلاي كان الماسكولوكوتينيس نيرف لانها من عضلات اللاترال كومبارتمنت. اما الاكشن فكان الاي فيرجن اوف ذا فوت، وده كان شكلها الطبيعي في بالنسبه لي الليج لما نكمل بقيه السوفت تيشوز اللي محوطه البونز. النيرف سبلاي او النيرف اللي موجود في اللاترال كومبارتمنت اسمه الماسكولوكيوتينيوس او السوبرفيشال برونيال نيرف. هذا النيرف زي اي ثريد لايك ستراكشر، سواء كان ارتري او فين او نيرف او الليمفاتيك داكت في جسم الانسان. لما نيجي نتكلم عليه لابد من اربع نقاط اساسيه: البيجيننج اللي هو الاوريجين، الاند اللي هي الترمينيشن، الكورس اند ريليشنز، ثم البرانشز. طيب ادي كانت البرونياس لونجاس مصل، وديت كانت البرونياس بريفيس مصل. راقبوا معايا النيرف نشوف البيجيننج بتاعه جاي منين. ده البيجيننج اوف ذا نيرف وده الكورس بتاعه. البيجيننج كان عند هذه النقطه، هذه النقطه هي اللاترال سايد of the neck of fibula، حيثما انتهى الاب الروحي له. والاب الروحي لهذا النيرف هو اللاترال بوبليتيال نيرف او الكومن برونيال نيرف في التسميه الحديثه. الكومن برونيال نيرف انتهى عند اللاترال سايد اوف ذا نيك اوف فيبولا بانه اتفرع لفرعين اثنين، الانتيريور تيبيال كان مشي في الانتيريور كومبارتمنت، والماسكولوكوتينيوس مشي في اللاترال كومبارتمنت. اخذ الكورس بتاعه عند هذه النقطه، هيروح للانتيريور كومبارتمنت. في بداية مشواره هيجد أمامه البرونياس لونجس، يخترق البرونياس لونجس وهيمشي بتوين ذا برونياس لونجس أند برونياس بريفيس مصل. ده كان في الأبر بارت. في اللور بارت هيغادر المسافة بين من العضلتين السبيس اللي بتوين التو مصلز ويمشي على البون دايركتلي وسوبرفيشيال للور إند أوف ذا فيبولا حتى يصل الى الدور سم اوف ذا فوت على اللاترال سايد. ده الماسكولوكيوتينيوس نيرف. الديستريبيوشن او البرانشز اللي خارجه منه، من الماسكولوكيوتينيوس نيرف هتخرج ماسكولار برانشز هتغذي العضلتين الاثنين، ثم بعض من الكيوتينيوس برانشز تغذي اللاترال سايد اوف ذا دور سم اوف ذا فوت زي ما نشوف بعد كده.